المشبك، ومقادير المشبك 600 جرام دقيق، 300 مللتر لبن، رشة حبهان، 500 مللتر ماء دافي، 1 معلقة صغيرة خميرة، 2 معلقة صغيرة سكر، ورشة ملح. بالنسبة للشربات 500 جرام سكر، 500 جرام مية، 1 عود قرفة، 2 فص حبهان، 2 عود قرنفل، بشر ليمونة، وعصير نص ليمونة. نحط الشربات على النار. عندنا المية، والسكر، والحبهان، والقرنفل، بشر ليمون، القرفة، وعصير الليمون. وهنسيبه يغلي على النار، وبعد كده هنوطي عليه ونسيبه على نار هادية لمدة 5 دقايق. بالنسبة للمشبك هنحط الخميرة والسكر وهنحط شوية لبن دافي معاهم، ما نحطوش كله، وهنسيبهم لحد ما الخميرة تبتدي تطلع ثاني أكسيد الكربون وتبتدي تبقى جاهزة ان احنا نستعملها، لكن دلوقتي طبعا مش هنستنى، وهنحط بقية المقادير. نحط اللبن الدافي وهنحط المية وحبهان والدقيق. وهنخلط الخليط بتاع المشبك. وهنفضل نضرب فيها لحد ما العجينة تبقى نحس بيها ان هي بقت اختلطت كويس مع بعض، وبعد كده هنسيبها تخمر، وبعدين هنحطها في بايبنج باج او كيس حلواني علشان نستعملها. وهسيب دي هنا دلوقتي واجيب اللي جهزناها من قبل كده. وزي ما احنا شايفين دي خلاص خمرت زي ما باين عليها ثاني أكسيد الكربون، البابلز بتاعته أو الفقاعات بتاعته واضحة. ودلوقتي أحطها في كيس الحلواني، أسده من تحت بس عشان ما تطلعش على طول من وابتدي احط من خليط المشبك في كيس الحلواني. نيجي هنا نشوف الزيت اخباره ايه. وده الشربات احنا مجهزينه من قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي لونه بقى ذهبي، اخده من هنا احطه في العسل.
ونبتدي نرصهم في الطبق اللي هنقدم فيه.